مرحبا بكم، مع سلامتكم. مشاكم ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله دايما تكونوا لاباس. بونجور مي زامي، كومون تاليفو؟ جيسبر كو فو زالي بيان. الزول في اللون. اليوم راني رايحه نحضر طبق واحد وتحضير متنوع اللي هو طعام جزائري. قبل ما ندخل المطبخ تاعي باش نحضر طعام، كنت عملت جوله خفيفه في أسواق جزائرية في العاصمة، سوق اللي هو سوق ملاح اللي موجود في ساحة أول ماي. كنت شريت بعض اللوازم اللي نكون محتاجتها لتحضير بعض الأطباق الجزائرية. أنا كنت نجول في هذا السوق، تلاقيت مع بائع إنسان طيب ونشكره بزاف بزاف على المعلومات اللي عطاهم لي، الذي أعطاني بعض النصائح وعرفني على بعض الأنواع نتاع طعام لم أكن أعرفها من قبل. والجزائر ما شاء الله تمتاز بأنواع مختلفة من الكسكس والطعام، وهذا الطعام يختلف من منطقة إلى أخرى. أنا رايحين نروحوا نجولوا في الأسواق الجزائرية، ومن بعد نروحوا المطبخ نتاعي نحضروا بعض الأنواع تاع الطعام. ابقوا معنا. Ça, vraiment, c'est du couscous, couscous au blé dur. C'est très bénéfique pour la santé. Voilà, je vous présente le couscous sans gluten. وهذا قمح، وهذا قمح بلبلي وكاين حوا واش يولي ولي لافاري نوار. لي دو ميلونج لي دو. ايوا ماشي ولي لافاري نوار، ماشي كاين بورسونتاج مادام كيما نقولوا في كونتار تاع قمح يخلطوا لي ربي واحد 20 كيلو ولا 15 كيلو تاع لونج. البلي هذاك يديو اكثر بيان سور مادام باتخوز اون فاري نوار هاي لك. يا كي نديرو الخبز نخلطو هذاك على كوا؟ كي نديرو الخبز زريعة وحدة مادام وحدة باش نخلطو هذا مع هذا؟ لا لا ما تخلطيش معاه، صح سي فغي. هذاك الشعير دقيق تاع شعير موايان تقدري تخلطيه مع لافارين سو لو لورجا. داكوغ شوف وتخلط لها هادية. هذا 100 غرام خروب 100 غرام الخروب 100 غرام. قال لي هو قال لي ما عنديش الفول مرحي هو اللي خص فيها. هو اللي الفول مرحي وسي دير 100 غرام داكور. عندي المهم سي بون سي بون. ماذا ما نجيت مرحبا بك سوايني بيان بيان سي بيان تطوع.
اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه اللي هي طعام. Aujourd'hui, on va parler d'un plat qui est en train de conquérir le monde, le couscous de mes racines. C'est un plat qui est à la base de semoule de blé. اليوم انا رايح نديرو une variété de le couscous اللي موجوده عبر انحاء الوطن. وهذا الكسكس يختلف من منطقة إلى أخرى حسب الجو حسب الكليمة حسب la terre qui la terre qui n'est pas acide la terre qui est fertile ou le soleil aussi. اليوم انا رايحين نديرو لو كسكس دو غلوند اللي هو طعام تاع البلوط لو كسكس دو لا لافوند اللي هو طعام تاع الكليل لو كسكس تاع المايس اللي هو حبة الذرة لو كسكس دو بلي كونكاسي اللي هو طعام تاع القمح مكسر لو كسكس دو لورج اللي هو طعام تاع شعير لو كسكس دو بلي كونكاسي اللي هو لو كسكس دو بلي القمح مكسر لو كسكس تاع لو تان اللي هو طعام تاع الزعتر وهذا كاع حنديرو مرقة واحدة هاد الطياب تاع التفوار تاع الطعام نفوروهم كاع دو لا ميم مانيير دو لا ميم فاسون نشمخوهم بالزيت ونديرولهم الملح ونفوروهم زوج خطرات راني رايحة نوريلكم غير كيفاش نفورو الطعام تاع لا لافوند اللي هو الكليل وطعام تاع لو تاع اللي هو طعام تاع الزعتر. اول حاجه اللي نبداو بها هي نروحو نطيبو اللحم تاعنا ونمرقو المرقه تاعنا باش نبداو نفورو لي كسكس تاعنا. كي نقليو اللحم تاعنا افيك دو فو فيف لازم النار تكون قويه. الوغ هاني رايحه ندير الزيت نرمي اللحم تاعي نقليه واحد 10 دقائق من قبل ما نرمي له البصل ما نديرلوش لي زيبيس دوكا بعد 10 دقائق باش نديرلو لي زيبيس نتاعو لا سيل شوز لي نديرلو هو الملح باش يدخلو البنه راني رايحه نقليه لمدة 10 دقائق بعد ما تقلى لي اللحم راني رايحه نرمي لي زيبيس و لي زونيو نرمي نبدا دوك لي زيبيس مع اللحم راني رايحه نرمي له الماء la tomate concentrée et la tomate fraîche. Namilo aussi le hmessa parce que rani mchi mkha ma dirnich. Namilo le hmessa. Ou nherko. Nghtih باش يطيب لي اللحم تاعي. Voilà, بعد ما غلى هذاك الماء مع اللحم والحمصه راني رايحه نرمي لا كاروت نتاعي مع لي نافي. هنا عندي دو كسكسيه هذه ندير فيها لا صوص وهذه باش ندير بها لو كسكس تاع لا لافوند و تاع لو طان. بعد ما طاب لي اللحم تاعي نحيته من القدره باش ما يتفتت. طابنا اللحم تاعنا نحيناه لا كاروت ثاني زروديه نحيناها هذوك كاع لي زيبيس اللي درتهم او ديبي راني رايحه نديرهم دوكا plus je rajoute la courgette nkhliha toujours à la dernière minute ou ani rayha nzid la tomate concentrée chouia voilà nzidlha la tomate concentrée kima qelt lkom hadouk les épices ga li dertehom ma l'oul rani rayha nعاود ndirhom voilà nharkou had la tomate ma la sauce اللي كاني رايحه نديرهم باش يقعدوا لي بارفان لي زاروم نتاعهم يزيدوا يطلقوا على فان دو لا كوسون. ندير لا كورجيت نتاعي باسكو لا كورجيت تاعي طيبه طيب بالخف ماشي كيما زروديه وراني رايحه نرمي حبه بصل هكذا ما قمش مقطع نرميها هاد البصل تانيك تطلق البنه على فان نحيها ونقطعها وناكلوها ولا نحيها كاريمون فوالا راني رايحه ندير هذيك الكابويا اللي هي لا سيترون راني رايحه نديرها ندير الكرافس نتاعي نسيت ما قلت لكمش مقبله الكرافس نخليه باش يكون فيه البنه تاع الكرافس فوالا نرمي حبه حار تاعي تاني نرمي حبه حار لداخل
ونخليهم يطيبوا. نقول لكم ا توت الا رايحين نجوزوا للتفوار تاع الطعام تاعنا والله يبارك عندنا ما نفوروا. بعد ما درت لهم شويه تاع الزيت راني رايحه نشمخهم بالماء ان تو بيتي بو دو لو تيادا شويه ما هنا نورمالمون نرش بهم الماء هكذا فوالا ونحركو اليوم راني رايحه نحرك باس دو يعني فاريتي دو كسكس راني رايحه نحركو بالمغرفه باش ما نيتوليزيش اليد ديالي باش لي بارفان لي زاروم لي بارفان لي هم في لي كسكس كاع ما يروحوش وانا اللي درت هكذا باش نعرف تاني كوسي لو كسكس هذايا تاع الكسكس ومعيزة باسكو من بعد كيطيب ما نعرفش فوالا نحركو بالمغرفة ما نوتيليزيش يديا اليوم قلت لكم درت اون فاريتي تاع لو كسكس لا بروشين فوا جو في فار جوست ان كسكس واحد جوست باسكو جو فولي فار اون فيديو نيكسبليكي لي فاريتي تاع لو كسكس لي كاين en Algérie. Couscous de l'orge, sous-tamisé, sous-redem, c'est le couscous du blé, ou là, le couscous aux glandes, le couscous aussi au blé complet, ça se cuit de la même manière au niveau de la cuisson à la vapeur, une chouchou une fois, une chouchou à la vapeur, une zide, une aoud, une hatofi, une djoufna, un dérolo, chouette à zide, chouette à l'melh. On a une deuxième fois, ça se cuit de la même manière. Et par contre, j'habite une vidéo concernant le couscous de la lavande. Hada alahom ftoul bla lavande déjà à la base. Mais andish ana la lavande fraîche, j'ai les grains ta la lavande. Dire le couscous hier entier. طعام تاع la lavande هو الحلحل. موسى هكذا تاع la lavande. انا رايحة نديرها او ميليو تاع الطعم تاع لا لافوند فوالا نديرها او ميليو هكذا ونفورها افيك سادير هذوك لي غران اي فون انفوزي افيك لا فابور تاع المرقه سا فا انفوزي سا فا دوني انكور ان اوتر غو ا لا لافوند ديالنا هذه بمناسبه طعام تاع الحلحال ودوكا رانا رايحين نفوروا طعام تاع الزعتره لو كسكس والطان اللي ديجا راهو مفتول بلو طان بسم الله ميم هاد الطعام تاع لو طان راهو مفتول بلو طان بالزعتر مفتول ديجا على باز بالزعتر انا مش راني رايحه ندير له الداخل راني رايحه ندير له لو طان نزيد نفوروا افيك دو طان فري فوالا du thym frais ou nana nana ça donne un bon goût voilà ou une jozo fait la vapeur voilà بعد ما فورنا le couscous de la lavande avec le couscous du thym نخلو هذيك الكموسه لداخل نعملها انا رايحين نشمخو الكموسه لداخل نزيدو نفورو الطعام تاع لا لافون بها فوالا نديرو شويه تاع الزيت باش نحلو لي غران تاعنا نحليهم فوالا نخدوها هذيك الكموسه هي تطلق واحد الريحه رائعه ونشمخوه الطعام تاعنا هذيك لا ديجا تزيد تشمخ هذيك الكموسه تاع لا لافوند ديالنا هنا ونخلوه ينشف ونعاودو له اون دوزيام فوا او ميم طون انا رايحين نوريكم اوسي الطعام تاع لو طان سي لا ميم شوز فورناه افيك لو طان والنعناع انا رايحين نفرغوه نخليو هذاك لو طان والنعناع توجور لداخل
نديرو له شويه تاع الزيت باش نحلو لي غران تاعنا توجور ان بو دو. هذا تانيك الزعتر عاود يطلق واحد الريحه رائعه ما شاء الله. فوالا فوالا ونخليوه تانيك نزيدو نفوروه افيك لو تاي و النعناع. فوالا وانا نروح نفور لي زوطخ كوسكوس. هذه الريحه راهي طالعه لا سي ترو 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 بون ترو 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 بون ما شاء الله. فوالا لاستيس تاع لا كويير اون بوا كو طعم تاعي يفور بالخف وكي نمسوه هكذا راهو ما راهوش يلصق. فوالا كي ما يلصقش في يديا فوالا سيك الطعم تاعي راهو واجد. و افيك لاستيس تاع هذه المغرفة او ميليو يطيب بالخف تاني. فوالا دوكا هاو فار نحيه نشمخو بالماء الزيت ونرميلو شويه تاع الملح. مرحبا بكم يا الحباب في طبق التحضير avec les variétés de couscous qu'on avait préparé ensemble. On va vous présenter un par un le couscous les وجدناه ensemble. Voilà, nous avons ici le couscous de la lavande. Le couscous تاع la lavande اللي كنا وجدناه. On le présente avec du sucre glace parce que la lavande chouïa mora, elle est un peu amère. Elle en a personnellement, mais j'ai tenu amère, c'est très 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 bon. De l'eau, le sucre avec un tout petit peu de lavande, ou halwa tout autour, avec un tout petit peu de miel, et habidelo le miel. Nous avons ici le couscous de thym. Le couscous de thym li jana mel mentiqat misranem. Had le couscous ana drto avec de légumes vapeur ou ndio les légumes li habina. Sauf que j'ai infusé un tout petit peu de thym. Voilà, j'ai infusé un petit peu de thym et j'arrose avec le couscous ta le thym tana. Au lieu qu'on l'arrose avec raïb ou la bilbil, moi je l'ai arrosé avec l'infusion de thym. Nous avons ici le couscous sans gluten. Jana min منطقة تيارت. نحييو الناس تيارت. Le couscous sans gluten. Alors, pour les personnes qui ont hassasia le gluten, ils peuvent manger le couscous. Il est très très bien. Même les personnes qui veulent faire un régime, ils peuvent manger le couscous sans gluten. On a le couscous du blé. Du blé complet, l'Ijana, min mentiqat Constantine, el Josor al Mu'allaqa. Voilà, c'est un couscous du blé complet, il est très 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 bon. Voilà, on a là le couscous tel blot. Voilà, le blot est un tout petit peu sucré. L'Ijana, min mentiqat Maskar, le couscous de glande de mascara. Voilà, on a là le couscous du blé. De blé de sétif aussi, sétif fouara, un fouara. On a là le couscous de l'orge, jana min mentiqat el qabaïl, nhiyou nas qabaïl, soukso tamzin, voilà, nhiyou nas qabaïl. On a là le couscous à l'orge de paille, di jana min mentiqat djilfan. Voilà, هادو هما كاع لي فاريونت تاع لو كوسكوس وجدناهم معكم. نقول لكم مرحبا بكم يا الحباب تابعونا. كاين بعض الانواع تاع الطعام اللي ما ذكرتهمش ما قدرتش نذكرهم وبعض المناطق وسي ما قدرتش نذكرهم. الجزائر العميقه والجزائر الكبرى لا غالب ما نقدرش نذكرهم في دقيقه ولا في ان فيديو اللي فيه 14 ولا 20 دقيقه. هذه لازم لها توت بروجي, لازم لها وقت. ان شاء الله انا رايحين نجولوا في الجزائر العميقه ونذكروا كل انواع الاطباق اللي موجوده.
في كل النواحي وفي كل منطقة من مناطق الجزائر العظيمة. لهاد لي روسيت عجبكم تابعونا على قناة غران دي بيس دو ناديا. نقولكم إلى اللقاء إلى لا بروشين فيديو. إن شاء الله حيكونوا دي بلا أنسيسترال، دي بلا دو تيروار، أطباق محلية تمتاز بها الجزائر. نقولكم إلى اللقاء.